الله سبحانه وتعالى قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هنا الشياطين يتهمون سليمان نبي الله سبحانه وتعالى أنه ما وصل إلى هذا الوصل إلا بالسحر، فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ذلك. والسحر في اللغة هو ما خفي ولطف، أما في الاستصلاح والشرع هو عقد يعملها الساحر أو يكتبها فتؤثر في المسحور، ولا يصل إلى درجة هذا سواء الذي توصل إلى الساحر أو السحر إلا بالإشراك، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أول ما بدأ هنا قال هاروت وماروت في العراق، وما يعني كفروا هؤلاء واتبعوا هؤلاء الشياطين إلا بما سولت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء. ولذلك هنا يعني الساحر قد يقول الإنسان باختصار ما حكمه؟ هل يجوز نذهب للسحرة إذا أصابنا هم وقال أنت مسحور؟ يعني وهذا بعض القراء هداهم الله يعني يتهمون بعض من يقرؤون يقول أنت مسحور، يعني امرأة نقرأ عليها وقال أبوها وكذا قال أنها مسحورة القارئ اللي قرأ عليها، فمن توفيق الله سبحانه وتعالى بس أقرأ عليها ما بان فيها شيء، فقلت متى يجي هالحالة عشان أخبر الناس أن يعني مو بيستعجلون في الحكم أو يأخذون ممن ليس لديهم علم أو غير مصرح لهم من الدولة. فيقولون يأتيها يوم الاثنين، يشتد عليها الألم يوم الاثنين. قلت طيب وش المناسبة يوم الاثنين؟ وش تعمل هي؟ قالوا مدرسة. قلت شو تدرس؟ قالوا تدرس رسم. طيب طول الأسبوع؟ قالوا بس عندها يوم الاثنين دخول للمعمل. فأصبح عندها التهاب رئوي ضد روائح البوية، ما فيها لا سحر ولا فيها أي شيء. فلذلك لا يستعجل الإنسان في هذه القضية ويذهب إلى السحرة. قد يقول قائل كيف أعرف الساحر؟ أول ما تجي الساحر يقول وش اسم أمك؟ بكره أعطيك العلاج. قد يقول أنا أخبره بأمور غيبية، لأنهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فالشياطين يعني يحصل بينهم تواصل. ولذلك حضرنا مرة يعني وإن كان ذا لكن حب استطلاع في مصر، قالوا إن فيه واحد يعني عنده التنويم المغناطيسي وما المغناطيسي وكذا، وأمام العين في صالة كبيرة مسرح جاب واحد وعلقه في الهواء، هذا جاء علقه في الهواء قدامنا، ثم جاب زي المكرة ودخلها من رأسه لرجليه يعني ما أمسك الشيء. وكان يأتي مثلا لأبو عبد العزيز يقول له وش معك؟ قال معي هالورقة، فيمسكها هذا الكاهن يمسكها كذا ويقول له وش مقروء في مكتوب في الورقة اللي أعطاني أبو عبد العزيز؟ يقول مكتوب كذا 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 كذا. فمر على أحد الصالحين وقال له معك ورقة؟ قال لي معي ورقة. قال أبيه أعطني عشان يقراها. قال له خلها في يدي وخله يقراها قدام عيوننا. قال ما استطاع أنه يقراها لأنه ما مسك هذا، والشياطين اللي بين هذا وهذا انفصلوا. فلذلك هنا هذا أمر أيضا منها أنه يكتب بعض الرقى والأمور اللي ما أنزل الله بها من سلطان، فيوحي أنه يعني عالم وأنه كذا، وأخطر ما فيها ويصل إلى مرحلة يقول خذ شات خذ ذبيحة اذبحها تحت الشجرة الفلانية ولا تسمي عليها، إذا ما سميت عليها خلها محلها. ليش؟ يجون الربعة يأخذونها ويأكلونها، مجرد أوهام ومجرد كذا. فلذلك قال سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه اللي تراه السعر، وإذا ما لهم في الآخرة من خلاق يعني ما له من نصيب. ولذلك لما سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقت بهذا قال هل يجوز الذهاب للكهنة والسحرة؟ قال لا يجوز. ثم استند بحديث مسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما قول فقال لم يقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث أبي داود رضي الله عنه رحمه الله أنه قال: من أتى ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. فلذلك لا يحل السحر بالسحر ويقول خلاص أيسنا، لا،
هناك قراءة شرعية، هناك أمور بينها أهل العلم. إنما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول يأخذ به سبع ورقات من السدر ويبسها ويدقها ويحطها مع موية ويغتسل بها المسحور. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل اللي داوى مرتبط السحر بالعين. لكن كيف نحفظ أنفسنا ونحفظ ذرياتنا؟ بالأذكار، زي ما قال أبو عبد العزيز في بداية الحلقة. حقيقة الأذكار يعني تطلع من بيتك تقول بسم الله، احفظها يا أخي، بسيطة، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاث: ناداك مناد من السماء أن هديت وكفيت وبقيت، فيتنحى عنك الشيطان ويقول ماذا تريدون من رجل هدي وكفي ووقي. أبو هريرة رضي الله عنه حطها النبي صلى الله عليه وسلم على خزنة، وجاء رجل على هيئة رجل قال إني ضعيف وإني كذا وإني عيال وكذا وكذا وكذا، فعطاه. فلما أصبح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبرة: ماذا فعل صاحبك البارحة؟ قال: زعم أنه ذو عيال وكذا، وعطيته. وإنه إذا قال تراه بيجي كثير مرة، وجاء مرة الثانية ونفس الشيء، وجاء المرة الثالثة ونفس الشيء، قال: لن أتركك، يقول أبو هريرة، إلا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: إذن أعلمك كلمات وتتركني؟ إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. الله. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبو هريرة؟ قال: زعم أنه يعلمني كلمات، قال كذا وكذا. قال: صدقك وهو كذوب، أتعلم من تحادث؟ إنه الشيطان. فلذلك هذه الوسائل وهذه الأصول لا يعني تصل. أنا أذكر رجل توفي رحمة الله عليه، وأنا من غسلته في وفاته، كان تسلط عليه أحد أقاربه بالسحر، وراح إلى ساحرة في إحدى الدول وأعطاها فلوس، يحدثني بنفسه قبل وفاته، وإنه يوم قعد شهر ما وصل لشيء ولا تغيرت أحواله. رجع لها الساحرة قالت: والله عجزت أصل إلى هذا الرجل، عنده سلاح قوي، أذكار صباح ومساء، ما قدرنا نصل به، واللي أرسلت له ما استطاعوا يصلون إليه. فلذلك السحر حاصل وموجود، لكن ولا يفلح الساحر حيث أتى.